De retour, salam alaikum, khawti. Je suis en forme, ça va faire le mobile. Bon, nous où je vais dire la troisième partie, inchallah, de la vidéo. صباح بسنا في ال بون ندخل نشوف لا فيديو تاعي وين باسكو درت لكم في لا ديسكريبسيون تاعها درت لكم واش هضرت في لا فيديو درت لكم المراجع اللي هضرت عليهم في لا فيديو تسمى دو هذيك نيميرو دو ميم في الاون حبسنا في من لا يحضره الفقيه الجزء الاول صفحه 234 صح من لا يحضره الفقيه الجزء الأول صفحة 234 الجزء الأول صفحة 234 فوالا سي بون نعاودو نكمل لكم في الروايات من كتب الشيعة الإمامية الجعفرية الإثني عشرية التي بون كيفا كيش نقولو تمشي بالانفيرس على واش راهم يقولو كونسيرنون الاسماء المطلقه للنبي اولا قبل ما بوحنا انت قلت لي نهضروا على النبي نهضروا على النبي وحده مالغري كو يفالي يلفو نهضروا مع الانبياء كاع اون جينيرال باسكو تابع عليها واللي يهضر على الاسماء تاع النبي اوتوماتيكمون كي نطرقوا للسوجي تاع الشيعة راح تروح للاسماء تاع الائمه نتوما بون هادي باينه تسمى اونتر بارونتيز يعني الشيعة يحبوا يثبتوا العصمة المطلقة للنبي باش يثبتوا العصمة المطلقة للأئمة ومنها يثبتوا برسك العصمة المطلقة لي زومباسادور تاع الإمام باغ اكزومبل ولا الولي الفقيه باغ اكزومبل الولي الفقيه هادي ما تكزيستيش ميم عند الشيعة ما كانش تكزيستي بون لا علينا نكملو يقول لك عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال استقبل الصلاة قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستقبل حين صلى ركعتين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفتل من موضعه حديث الغرافي في تهذيب الأحكام الجزء الأول صفحة 234 وبحار الأنوار الجزء 17 صفحة 100 أوكي. وش حب يقول هنا يا في هذه الرواية هذه أبا عبد الله هو الحسين عليه السلام سقساه واحد قال له فوالا كاين راجل صلى ركعتين و شغل ما سها هكذا صلى ركعتين وناض راح لخدمته هكذا قال له يستقبل الصلاة حب يقول ما تسقساه الاخر عاود رجع الاخر قال له مالا كيفاه النبي نهار كي سها هكذا في الصلاة ونقص ما شغل ما عاودهاش قال له نو ماشي كيف قال النبي ما ناتش بلاصتو تسمى ما راحش الخدمه تسمح بيقول هنايا اثبات ما ديك تاع الفروغ منها تاع سها النبي فروغ تسمى انا نهضروا على حكم زعما راك فاهم شغل فتوى يقول لك وعن الحارث بن المغيره قال قلت لابي عبد الله ان صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاه فقال ابا عبد الله عليه السلام قال له لما اعدتم علاش عاودتو أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم كنا تما قال لهم ياك النبي ينصرف في ركعتين ديجا هكذا ومن بعد كمل بركعتين هذا شغل رقع صلاته كلكم غير كملتو قالوا كل غير كملتو هذه تلقاوها في تهذيب الأحكام الجزء الأول صفحة 186 وفي بحار الأنوار الجزء 17 صفحة 100 يقول لك وعن أبي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهى فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين اللي قريته لنا أنت يا ذاك اللي تقول عليه يا رسول الله الصلاة انقصت اللي قلت لنا فقال ذو اليدين
هنا عندكم انتم تسميوه ذي الشمالين بوني سي با تما اون بارل دو لا ميم شوز، بيكون نفس الروايه عندكم. فوالا وانا هنا سهل. ثم ذكر حديث ذي الشمالين، حديث ذي الشمالين اللي ذكرته ان انت عندكم الامام الاخر، فقال ثم قام فاضاف اليها ركعتين. فهم شغل كي قالوا ذي الشمالين، هذه تهذيب الاحكام الجزء الاول 186 بحال الانوار الجزء 17 101، نور الثقلين الجزء الرابع 257، والكافي للكليني الجزء الثالث صفحة 355. ونعاودوا توجور، وعن علي عليه السلام، علي بن أبي طالب عليه السلام قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر 5 ركعات. عندكم انتم مشغول زاد ماشي انقصت، هذه لا ديفيرونس في الرواية، 5 ركعات. ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال له وشنو زادت صلاة؟ فقال وما ذاك، خذها عندكم وما ذاك، قال صليت بنا 5 ركعات. قال فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ولا ركوع، ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان. تهذيب الأحكام الجزء الأول صفحة 236 وبحال أنوار تجور الجزء 17 صفحة 101. بيقول بون ثم بون تفسير تاع هذه الروايات عندكم، شغل تقولوا باللي هذه شغل تقية برك، فهمت انا واش تقية في هذه العسى هذه. بيقول هذه الروايات عندكم بون ابار بون تاع على بالي بلاك تخرجوا تضعفهم اللي تقول لي ضعفهم قدامنا. انا المشكل تاعي في الروايات اللي جبتهم لك من لا يحضره الفقيه كتاب معتمد، تفسير القمي كتاب معتمد، مناقب آل ابي طالب كتاب معتمد عندكم، وراه الاخر مناقب آل ابي طالب والكافي كتاب معتمد وعلى الشرائع كيف كيف هكذا. دونك واش خليت لروحكم كيسك فو زافي ليسي ليكم ككتاب مفتى به ولا زعما ما منين كنت تدو في الدين بروبليم ماشي مشكل. يقول لك وعن زيد الشحام قال ان النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف راح، فقال له ذو الشمالين هذه تاعكم يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ زعما صح واش راه يقول اللي قلت أنت سواسمك. فقالوا نعم لم تصلي إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته. هذه تهذيب الأحكام الجزء الأول 236 بحار الأنوار توجور الجزء 17 صفحة 101، الكافي للكليني الجزء الثالث صفحة 355. راك فاهم كيف كيف كاين نفس الرواية في الكافي الجزء الثالث صفحة 81. هنا يا يقول لك وعن الباقر عليه السلام قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وجهر فيها بالقراءة، فلما انصرف قال لأصحابه هل أسقطت شيئا؟ هذه تاعكم ثاني اللي جبتها هذيك النهار إلى الآخر، لا ميم شوز. هل أسقطت شيئا في القرآن؟ قال فسكت القوم، فقال النبي أفيكم أبي بن كعب؟ هي ما في نفس الرواية مسروقة من عند السنة. فقالوا نعم، فقال هل أسقطت فيها شيئا؟ قال نعم يا رسول الله، أنه كان كذا وكذا. الحديث هذه في كتاب المحاسن صفحة 236 بحال الأنوار جزء 17 105 صفحة 105 جزء 84 الصفحة 242. وعن الفضيل قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو فقال وينفلت من ذلك أحد، زعما شغل هضر له على السهو قال له علاش شك واحد يسلك منه السهو هذا، ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي. هذه في كتاب السرائر
صفحة 483، وبحار الأنوار الجزء 25 صفحة 350، والجزء 88 الصفحة 230. أوكي؟ بون، كاينه رواية واحدة أخرى بون نختموها زعما بها. رواية الهروي يقول: قال قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه عندنا خطها سوا سوا تسمى جوز كاميت نورا كوت الدو من عندنا، فاهم؟ هذو الروايات اللي جبتهم علينا تعيب فيهم علينا، راهم عندكم في كتاباتكم. أوكي، دوك تقول لي احنا ما نقولوش باللي صحاح، نوبيش كرام عندكم في كتابات معتبرة واللي أنتر فو كي تكونوا أنتر فو هاد الكتابات صحاح، تسمى بيني وبينك رفع هاد الكتابات صحاح، على بالك وانا على بالي الكافي صحيح، ما انتم تقيه تقولوا للناس ماشي صحيح، ماشي بروبليم. بون خلينا من هذا، سيجي واحد اخر، موضوع واحد اخر. اوكي، في سواد الكوفه قوما يزعمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال: كذبوا لعنهم الله، كذبوا لعنهم الله، ان الذي لا يسهو هو الله الذي لا اله الا هو. هذه تلقاها في عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 203، بحار الأنوار الجزء 17 صفحة 105، الجزء 25 صفحة 350، الجزء 44 صفحة 271، وفي كتاب نور الثقلين الجزء الأول الصفحة 564. أوكي، دوك البروبلام يا خويا رافع، نعاودو نولو دوكا اون ديسكوت. بون مازال بزاف، مازال كاين بزاف كاع، مازال كاين بزاف روايات اللي ينفيو العصمه المطلقه من عندكم. اوكي بون، نزيد لك روايه واحده هكذا تسمى بور لا روت، زعما بور لا فورم. يقول لك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان لبيد بون عليه السلام، انا قلت رضي الله كيف عليه السلام رضي الله عنه، ان لبيد ابن اعصم اليهودي قد سحر النبي صلى الله عليه واله وسلم، سحر النبي، اوكي، هذا اليهودي يعني. فاقام ثلاثا لا ياكل ولا يشرب، هذا النبي لا ياكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا ياتي النساء، هذه اول مره نسمع. فنزل عليه جبرائيل عليه السلام ونزل معه بالمعوذتين، فقال له: يا محمد، ما شأنك؟ قال: ما أدري، أنا بالحال الذي ترى، أنا باليش، أنا كما راك تشوف فيه. ثم أخبره بقصة سحر ابن أعصم له. ثم أولا ليست هناك عصمة مطلقة، لأنه قال له لا يدري. ثانيا لا يعلم الغيب، هذا علم الغيب نزيد ندخل فيه بلوطار، الرواية تنافي علم الغيب. هذه الرواية هذه تلقاها في تفسير فرات الجزء الثاني صفحة 619، طب الأئمة صفحة 118، مجمع البيان، مجمع البيان حبيبي دوك ما نبداوش، المجلد العاشر صفحة 568، مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب، هذا زعيم الشيعة، الجزء الأول صفحة 395، بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 69، الجزء 71 الصفحة 25، أوكي نو الجزء 18 الصفحة 69، والجزء 71 الصفحة 25 و155، والجزء 38 هذا قابي حال أنوارة الصفحة 303، الجزء 303 الجزء 63 و28، المهم دوك نديرهم لكم بأدخلهم بس كخاروطة كبيرة، قابي حال أنوارة. عندك نور التقالين ثاني الجزء الخامس صفحة 718-719، تأويل الآيات كتاب ثاني هنا الجزء الثاني صفحة 862، وكتاب البرهان الجزء الرابع صفحة 529. خويا رافع هذو ما كاع كتب شيعية، وراني نمد في التيتر تاعهم والمجلد والرقم، المجلد ورقم الصفحة، ما نخبيت والو، ماشي كما قلت لنا غادي نرفع هذو كاع كتب تاع السنة، وانت كنت تقرا لنا بون وريت لنا زوج، والثالث هذا كنت تقرا من الكتب تاع الشيعة. أوكي، وفي رواية عن الصادق وكان عليه السلام يرى أنه يجامع
وليس يجامع، وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده. هذا النبي دي كيف كيف في طب الأئمة صفحة 114 بحال أنوار 92 مجلد 92 صفحة 365 مجلد 95 صفحة 126 البرهان مجلد الرابع صفحة 529 بون أصي هكذا طلايا بقات 5 مينوت جيسبان ندير 20 مينوت برك بقات 5 مينوت نكملوها في الآخر في الديسكسيون. عمك دي فوا يجوك هكذا دي زيدي هكذا عمك يروحوا عمك يجوك دي زيدي هكذا تحب تكسبوزيهم à force de parler خلاص شغل تنسى ما عليناش. انا واش حبيت نقول خويا رافع الحكايه هذه تاع الاسماء المطلقه وما اسماء مطلقه je pense que النبي صلى الله عليه واله وسلم علاش ما عندوش معجزات كيما تاع الانبياء الاخرين زعما معجزات خارقه للعاده زعما هكذا اللي تنشاف زعما شغل كيما عصا موسى كيما خاتم سليمان كيما علاش ما عاش كيما سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام. جو بونس كو سي اون اكسبيريونس علاش ما شقش البحر. المهم جو بونس كو سي اون اكسبيريونس هومان كيما يقول لك تجربه انسانيه قابله للتقليد هكذا قابله للاتباع. دو منها هذيك الآية اللي تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة باش ما يجيش غدوة واحد يقول لك نعم هذا ليش أنا النبي شكون يقدر كيف تعاند تدخل النبي عنده الوحي وعنده الملائكة وعنده عصا موسى وعنده خاتم سليمان وعنده المعجزات والآخر وكذا نو خاتم الأنبياء لازم تكون تجربة إنسانية فيها تعتمد على الأخذ بالأسباب هكذا كما في غزوة أحد مسلمين عصوا النبي ما خدوش بالأسباب. يعني يا مسلمين ما ملا فيكم رسول الله كيما تاخذوش بالأسباب وتتكلوا زعما قال حنا معنا حتى ولو فيكم رسول الله كي يقضي الله أمر يقضيه كفاهم باش الناس تقرا باش الناس تتعلم باش الناس تتربى باسكو خاتم الانبياء كاش نبي واحد اخر بعده جيستمون راح يكمل الدين. انتما تقولوا الائمه يتبعوا الائمه هذوما على العين والراس بصح ما الرساله ولا والدين كمل حبيبي ما عندكش كما يقولوا هذه وحده لا بوين دو فيو كما يقولوا لوجيك. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما لازم تتبعوا وانت تتبع واحد اللي تقدر تتبعه تكوبي كشغل تيميتي واحد ايميتابل تقلد واحد اللي تقدر تقلده ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهمت. وربي ما راحش يكلفك بحاجه ما تقدرش عليها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كيفاش راه يقول لك اسوه حسنه ويعجزك نو حبيبي في أمور الدنيا ولي زافير كوتيديان تاع لا في كوتيديان النبي يبقى بشر وما ما 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 عندكش ما عندكش جو بي با دير لو كونتر ما تقدرش تقول لو كونترير فاهم. النبي بشر ما انا الا بشر مثلكم يوحى الي ان الهكم اله واحد راك فاهم. هذه تسمى من كيفاش لا كبيره لا صغيره كيفاش تقدر تتبعو انت نون سولمون كو سلبتو له القدره والاراده بهذه العصمه المطلقه وزيد تزيد شغل نتهم ربي انديريكتومون ربي يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وحنا نقولوا نو الله قد كلفنا ما لا نطيق وما لا نقدر يعني ودخلت فيها هذه عقيدة الإمام والإمام لطف من الله ولازم إمام اللي يحفظ اللي يبقى شايد الأرض باش ما طيحش فاهم شكون هذه هي. وهذه هي كاع رايحة في 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 سياق واحد فاهم كما قال لهم هذاك اللي في سرداب سامراء
لا السيد اللي تم قال لهم لو كان يخرج صح، الماء كنا نعرف صح يخرج، انا نعاود نعفسلو على راسه وندخلو يحبس لي الخبزه ديالي. قال له اي سي فري اي سي فري، ما زار ناس تروح تزور، ترمي دراهم ترمي البراوات، لا شيء راح يرمص فاهم يعني الجهل هذا كاين بارتو بصح بوكو بلوس بزاف 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 عند الشيعة على الغلو هنا بزاف قراف فهمت. على كل حال اش بونس 20 مينوت تكفي باسكو مازال لا تروزيام بارتي. على كل حال انا نعطيك كلش باش انت تقدر تجاوب ترونكيلمون، ومن بعد كي تجاوب نشوفه. مي تبقى توجور هاد الحكايه تاع فيديو انتربوزي، انا راني كونتر يا رافع. كي انسيستيت على الحكايه تاع العصمه جو تي في سيت فلور كيما يقولوا، درت لك هاد الهديه هادي مي ما نزيدش باذن الله كفاهم، باسكو ان ديالوغ دو سور باسكو باينه ديجا باينه. شوف واش راني وريت لك كاع منها، دوك تخرج انت تخسر عليا خمس دقائق ما عندناش صحه اخويا. من راك تدي الدين تاعك، حنا نقيسو على القران. كيفاش تقيس على القران؟ هاي بيقول نتوما جميع حديث تكونفيرمي لوثنتيسيتي ديالو على القران. اوكي خلاص انا راني حابك تقيس لي لوثنتيسيتي تاع صفه الصلاه من القران. هذه ركعتين، ربعه ثلاثه، ربعه شفع ووتر، راك فاهم، قيام ركوع سجود تحت تشهد كذا، جيبها لي من الصلاة من 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 القرآن. عندك حديث اي معليش، هذاك الحديث هذا كل هذيك الرواية أرواح نقيسوها بكتاب الله. كاش تقول لي ما عندناش صحة هكذا؟ نكملوا ان شاء الله توجور. نزيد ندير لكم في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو، ندير لكم المراجع عندهم باش تعاودوا تولوا تشوفوا الروايات هذوما. غير دير تلقاهم في الانترنت، تلقاهم دير هذيك الروايه، دير اسم الكتاب والصفحه والمجلد، تخرج لك تقراها تكونفيرميها، تحب تشوف الشرح تحب تشوف توجور شرح الايات الثانيه. نعاود نولي لهم في لابارتي 3 نو في لابارتي هذه 3، نولي في لابارتي 4 نشرحوا الايات اللي ذكرتهم في لا فيديو نيميرو 2. اوكي خاوتي نبدا باش نديروا باش تشاركوني شاب ليكسبوزي. خدمنا هذا رافع، اقسم بالله العظيم رجعنا شغل بكري في اليونيفرسيتي كذا. البارح وريت لواحد حبيبي في سكايب قال لي خسرير الاولى وكذا امور هادو ما نعرفوهم. رافع وانا جاوبتك على العيس مع من قبل قلت لي دير لي ريشيرش، زعما هاد لا ريشيرش هادي انا ما شفتهاش تقدر تكون ابار من الكتابات تاعكم، باسكو انا من الكتابات تاعي نعرف شنو هي العصمه تاع النبي وين تحبس وين تبدا راك فاهم، والعقيدة ديالي باينة. دوك انا راني نسيي نثبت لك العقيدة تاعي من كتب تاعكم، انت فوا هذا هو الحاجة اللي حلوة في هاد الحكاية. اوكي هاي حبيبي السلام عليكم، تهلا في روحك وتهلا وقع في روحكم في روحتيكم خوتي توجور. ان اصبت فمن الله، وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. ان شاء الله يا ربي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واللي فيها الخير يجيبها ربي. هاي السلام عليكم.